متابعي الكرام على قناتي المتواضعة على اليوتيوب، أهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة من شارع مزرعة البط، للي ما يعرفش فين شارع مزرعة البط هسيب لحضرتك لوكيشن بالمكان. شارع مزرعة البط ده شارع تجاري أغلبه محلات أبواب وأخشاب وألواح كونتر وكل ما يتعلق بالأساس المنزلي. شارع مزرعة البط متفرع من شارع أحمد زكي. شارع أحمد زكي شارع طويل، جزء منه تبع حي البساتين، جزء تبع دار السلام، جزء تبع المعادي. جايب لحضرتك من معرض المختار عرض أسعار أبواب مصفحة تركي وأبواب غرف. طبعا احنا لما بنعرض أسعار بنشوف أسعار السوق اللي ماشية. انا مش بروج لحضرتك لحد معين او لمحل معين بقول لك روح اشتري منه ده ارخص حد، او انا باخد عمولة من حد. يعلم الله انا ما باخدش حاجة من حد، انا بروج للقناة بتاعتي وبحاول اقدم لحضرتك معلومة تفيدك. وطبعا الناس اللي تعاملت مع ناس جبناهم قبل كده يشهدوا لينا بالكلام ده، ان احنا بننتقي افضل الشخصيات نصور معاها. ده اللي احنا شايفينه ايمن، فني تركيب شاطر جدا جدا جدا. تعالوا نسمع قال ايه ووعدنا بايه. عرفني لو من طرف حضرتك ده برضه لمعامله تانيه. انا عندي صيانه الباب، عندي كل حاجه في التركه اللهم لك الحمد بعملها، صيانه باب، فتح باب، اي حاجه، اي حد يجي من طرفك احنا خدامينه. تعمل سعادتك يا عم ايمن. مشكورا مشكورا. اتفضل يا عم ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده معرض المختار الحاج احمد سليمان، ده باب تركي، تقفيل تركي مش تقفيل مصري، تقفيل تركي باكد على الكلمه مش تقفيل مصري. ده ال 10 سنتي تصفيح كامل المميز، ده ال 11 المميز، ابو عتب استانلس، ابو عتب استانلس تصفيح كامل، عتب استانلس اكسسواراته تركي، تقفيل تركي مش تقفيل مصري، تركي تقفيل تركي اكسسواراته كامله. باب بيطلع بالتركيب انبوبه فوم طقم المسمار وتركيب الباب، تصفيح كامل 10 او 11 زائد الابواب الغرف. ده التركي تقفيل تركي مش تقفيل مصري، عندي ابواب الغرف اهي كلها. عايز تشطب انت؟ عايز بديل الفي في سي؟ عايز تشطب حلوق؟ اسعار اللي انت عايزه يا عم ايمن. الاسعار التركي اللهم صل وسلم وبارك، في حاجه عامله 12 ونص شامل التركيب، ال 11 سنتي المميز 13 ونص برضه شامل التركيب، ده تركي وده تركي، تقفيل تركي تقفيل تركي مش تقفيل مصري. ده معرض المختار هنا اهوت، احنا في عرض المختار باداره الحاج احمد سليمان. في اشكال، في اشكال، كل الاشكال متاحه الحمد لله، الشمال واليمين. غير المخزن. طب ورينا كده شكله اهو يا عم. اهو دي الجريهات، الجريهات الحلوه اهي المطلوبه. في طبعا الحمد لله. وفي الجوهره اهو، الحاجات اللي مطلوبه برضو الجوهره. وفي الجريهات حاجه تانية اهي. البنيات بقى الملك ده في البنيات، كل ده عشرات، كل ده عشرات تصفيح كامل، دول الحداشرات اهي، حاجة زي كده. وفي البنيات الجميلة دي الله يعطيك العافية. أبو عتب ستانلس المميز في الأبواب، في البدايل كده اهوت، ده وش من اليمين اهو، بديل اللي هو الفي في سي المستورد، سعره 1300 جنيه الضرفة. بعد كده في 6 مللي غير الحل، ضرفة 6 مللي، ده وش 6 مللي قايم 10 سنتي عامل 1150 زيه، 1300 1800 اللي هو بديل وش المصفح الميلامين، الميلامين ده بديل المصفح ده 1800. من غير الحل، من غير الحل، الحل اهو.
الحال اهو 5 في 15 عامل 750 جنيه شامل بقى اي ظرفه فضل يشتغل عليها. ما عندكش حاله ملزوم؟ لا ما عنديش ملزوم دلوقتي.